تواصلت الانتفاضة الإيرانية في يومها 233 يوم السبت، ووفقا لتقارير المعارضة الإيرانية مجاهدي خلق، واصل الإيرانيون من مختلف مناحي الحياة احتجاجاتهم يوم السبت، ونظمت مجموعة من أهالي قرية جلمجرد بمحافظة مركز وسط إيران مسيرة أمام مبنى محافظة الخمين. وفي محافظة أصفهان وسط إيران نظمت مجموعة من أصحاب البساتين مسيرة احتجاجية لرفع مطالبهم التي لم يتم تلبيتها. وفي طهران نظمت مجموعة من الطلاب والنشطاء التربويين مسيرة احتجاجية في جامعة خواجة نصير الطوسي، حيث امتنعت السلطات عن الاستجابة لمطالبهم. وتشير تقارير أخرى إلى أن النظام يواصل استهداف تلاميذ المدارس في سلسلة هجماته بالغازات الكيماوية. واستهدف عناصر النظام يوم السبت في ماريفان بمحافظة كردستان مدرستين للبنات فقط، مبعث وأم المؤمنين. ونقل العديد من الطلاب إلى المستشفى بعد تعرضهم لغازات سامة. وفي محافظة أصفهان وسط إيران توقف عمال محطة أردستان لضغط الغاز عن العمل وانضموا إلى الإضرابات على مستوى البلاد. وفي زنجان شمال غرب إيران نظم عمال السكك الحديدية مسيرة احتجاجية لرفع مطالبهم، بما في ذلك دفع الأجور المتأخرة. وتظهر مقاطع فيديو جديدة قادمة من داخل إيران أن الناس نظموا مسيرات احتجاجية ليلة يوم الجمعة على الرغم من الإجراءات الأمنية المكثفة للنظام وجهود ترهيب الجمهور. وفي مشهد هتف المتظاهرون: هذه سنة الإطاحة بسيد علي خامنئي ويسقط خامنئي. ويواصل الناس في جميع أنحاء إيران على وجه التحديد تحميل المرشد الأعلى للملال علي خامنئي المسؤولية عن مآسيهم، كما يتهمون وحدات حرس الملال القمعية وقوات البسيج بالعسكرية إلى جانب الوحدات الأمنية الأخرى الموجودة على الأرض بقمع المتظاهرين السلميين.